الصيام بلد اسلامي، حكم الصيام بلد اسلامي خلاف المطالع يعني. انا عارف انا فاهم، ارفع صوتك. حكم الصيام بلد اسلامي وفطر اخر، مع العلم بان الرؤيه ظهرت عنده اطلاع رؤيه غير رمضان مثلا في بلد اسلامي يعني، واصبحوا صايمين وفي البلد الثاني اصبحوا مفطرين لعدم رؤيه النيه، مع علمهم ان الفطر الثاني صايم. يعني تريد ان تقول انه اذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم الاخرين الصيام في البلد الاخر ولم يرى الهلال هناك؟ نعم. تريد هكذا؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح هو ما يدل عليه قوله عليه السلام موجها خطابه للأمة كلها: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما. فإذا ثبت رؤية الهلال في بلد فعلى البلاد الأخرى أن يتبعوا هذا البلد في الصيام، ولو أنهم اتبعوا بلدا آخر في الخروج من الصيام لا يهم، إنما المهم أن يكون الشهر في صيامهم، إما أن يكون 30 يوما أو يكون على الأقل 29 يوما. فالصحيح من أقوال العلماء أن الخطاب لجميع الأمة، فإذا رؤي الهلال في مكان ما فعلى جميع الأمة أن يصوموا، هذا طبعا إذا بلغهم الخبر، أما إذا ما بلغهم الخبر فحينئذ يصومون برؤية بلدهم. هذا جواب سؤالك.